أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس العمل على تنويع مصادر الاستثمار في المنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل التقدم والإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب لحجز مساحات من الأراضي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، حيث استعرض اللقاء موقف الاستثمارات في المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء في البنية التحتية أو المناطق الصناعية أو اللوجستية. وشدد إسماعيل على أهمية عنصر سرعة التنفيذ في المشروعات وصولا لأكبر عدد من المستثمرين.